ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. لو انتوا جايين من الفيديو بتاع الشورت اللي انا كنت عاملاه اكتبولي في الكومنتس. ودلوقتي هقول لكم على منتجات كوريه خطيره وتحفه جدا، سعرها بيبدا من اول 15 جنيه لحد مثلا 500 600، ويعني هتلاقوا اسعار حلوه جدا، وفي نفس الوقت المنتجات دي كويسه جدا جدا ومتوفره. ايا كان انت عايشه فين، في مصر، السعوديه، الامارات، ايا كان الدوله العربيه اللي انت موجوده فيها هتلاقيها. فلو انت مهتمه شوفي الفيديو للاخر، ويلا بينا خلينا نبتدي. نبدا معاكم المنتجات من الارخص للاغلى، وهنبدا باول حاجتين، وهي الماسك بتاع العيون وماسك الشفايف. دول من بايو اكوا، ودول يعتبروا من ارخص الحاجات اللي ممكن تشتروها. كل واحد فيهم سعره بيبقى 15 جنيه مثلا، بالكتير قوي 20. وبالنسبه لبتاعه الشفايف، هي لذيذه جدا وحلوه قوي كدلع كده، ان انت ترطبي شفايفك مثلا مره في الاسبوع بيها، او مره في الشهر كعنايه زياده للشفايف. لكن هي طبعا مش بتعالج الشفايف قوي، لا هي مجرد خطوه زياده لو انت حد كده كده بيعتني بشفايفه. لكن لو انت جايباه عشان يعمل علاج للتشققات، علاج للجفاف والكلام ده كله، وانت مش بتهتمي بشفايفك عموما، ما اعتقدش هتحبيه. الحاجه اللي بعد كده، وهو الماسك بتاع العيون، وده حلو قوي لو انت محتاجه ترطيب مضاعف كده تحت عينيكي، في نفس الوقت يخلي شكل العين اهدى، مفيش بافينس، مفيش اي احمرار، مفيش اي انتفاخات تحت العين. برضو من الحاجات اللذيذه قوي، لكن طبعا هو ملوش اي علاقه بالهالات زي ما ساعات بيتسوقله. بعد كده عندنا الماسك بتاع الايد والرجلين، اللي هم السيليكون للترطيب. ودول ما اقدرش اقول ان هم وحشين، بس هم برضو ما تستنوش منهم حاجه رهيبه قوي زي ما بيتسوق لهم طول الوقت. يعني عارفين لما تلاقي الحاجه نفسها كويسه، بس هي طول الوقت بيتعمل لها ماركتنج عالي قوي فبيفخموا فيها، فلما تشتريها تلاقي نفسك اتصدمتي. الميزه فيهم يعني فيهم ان هم متوفرين قوي وسعرهم رخيص جدا. يعني انا كنت شاريه اصلا غالي، كنت شاريه ب 100 وحاجه، لكن انا بلاقيه سعره بيبدا من اول 55 جنيه. ولو انت عايشه في مصر هتلاقيه في محل اسمه تونتون، ده في مدينه نصر، وليه فروع كتيره قوي، شفت سعره 55 جنيه بالظبط. فهم حلوين. يمكن كمان بتاعه الرجلين احسن شويه من بتاعه الايدين، وانا كنت عامله فيديو كامل بشرحهم بالتفصيل ازاي تستخدميهم عشان تاخدي احسن نتيجه. فبدل ما اضيع الوقت في الفيديو ده، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف وانتم ابقوا شوفوه. الحاجه اللي بعد كده، وهو الفوت بيلينج ماسك، وده المفروض ان هو ماسك بتلبسوه في رجليكوا وبيبتدي يقشر الرجلين. بالنسبه لي كان كويس قوي، بس هو برده بيتسوق له زياده عن اللزوم، لكن هو مش وحش. وعايزه اقول لكم ان من تاني يوم بتبدا الرجلين تتقشر من تحت، وكعب رجليكوا نفسه بيتقشر بس تقشير خفيف، لكن باطن الرجلين نفسه هو اللي بيتقشر تقشير ملحوظ. يعتبر كويس قوي لو انت عايزه تعملي عنايه مكثفه لرجليكي، لكن لو انت حد مش بيهتم برجليه في العموم، ما اعتقدش ان انت النتيجه هتبقى مرضيه بالنسبه لك. هو عايز حد بيعتني عموما بنفسه، ودي عنايه زياده عن العادي شويه. الحاجه اللي بعد كده، وهو الفوت ماسك بتاع مومسو، وغالبا هو مومسو ياباني مش كوري، مش متاكده قوي. يعني هو بيعبر يعني علبه كده فيها 5 ماسكات لترطيب الرجلين، من احلى الحاجات اللي انا جربتها. بحب قوي ترطيبه للرجلين، وبحب ان انا اعمله كخطوه برضو زياده لما احب ان انا ادي عنايه لرجليا بشكل مختلف. الحاجه اللي بعد كده، وهو الهاند ماسك، ده من بيور ديرم. ده كويس جدا جدا، بيرطب الايدين حلو قوي، وبرضو عايز حد يكون بيعتني بايده في العموم. ولو استخدمتيه مثلا مره لو انت وراكي ايفنت مهم او حاجه، او عايزه عنايه زياده قوي بايديكي، خطير. ويعني لو جربتوه انتوا مش هتندموا خالص. وبرضو من الحاجات المتوفره طول الوقت، والاسعار بتاعته متفاوته على حسب انت بتشتريه. من الحاجات اللي انا حبيتها قوي قوي برضو، هو البابل ماسك، ده برضو من بيور ديرم، خطير، من اكتر الحاجات اللذيذه اللي ممكن تجربوها. هو ماسك كده بعد ما تحطيه على وشك بيعمل زي بابلز كتيره قوي كده، ومنه للبشره الدهنيه اللي هو تقريبا لونه ازرق، وده تحفه. ومنه كمان واحد لونه بينك، في الحالتين هو خطير، وجربوه بجد هتنبسطوا قوي. بيخلي البشره صافيه وحلوه جدا ومترطبه، ده حتى لو انت مش بتعتني ببشرتك في العموم وعايزه تستخدمي حاجه بجد تلاحظي فرق من اول مره، لازم تجربوه. الحاجه اللي بعد كده، وهو الجل المشهور قوي، الالوفيرا جل، اللي هو جل الصبار. ده يا جماعه استخداماته كتيره قوي، بيجي منه انواع كتيره جدا، في نوع فيه كحول شويه، في انواع ما فيهاش كحول، بس اللي اسمه نيتشر ريبابليك ده كويس قوي ومنتشر في اغلب الدول. نسبه الكحول فيه مش عاليه، ريحته مش نفاذه، بس ستيل هو يعني كويس وشغال، وتقدروا تستخدموه استخدامات كتيره جدا وانتوا بتعملوا شيفنج لبشرتكم، لو انتوا عايزين تهدوا بشرتكم بعد الحروق بتاعه الشمس مثلا او كده، بيبقى خطير. استخدامات جل الصبار العاديه حتى في الماسكات
بتاعت الشعر والوش. من الحاجات اللي جربتها وبحبها قوي قوي هو الماسك بتاع الشفايف من لانيج، وده من اكتر الحاجات المشهورة قوي وحلوة قوي، وخليني اقول ان انتي مع الاستمرارية عليه بيعالج الشفايف فعلا، فارشحه لكم ان انتوا تجربوه. بيجي منه حجم صغير وحجم كبير، اختاروا الحجم اللي يناسبكم على حسب السعر. ممكن تجربي الصغير الاول وبعد كده تشتري الكبير عشان تقرري يعني انتي عايزاه ولا لا. الحاجة اللي بعد كده وهو الليب سليبنج ماسك من بريتي، ودي احلى سليبنج ماسك انا جربتها بجد بجد. هو تقله حلو قوي كده، بيتحط قبل النوم، في خلال يومين ثلاثه على اخر الاسبوع كده مثلا هتحسي ان شفايفك دي اتغيرت تماما. حلو قوي، انا كان عندي ونسفته من كتر ما هو حلو. ريحته كمان لذيذه، طعمه لطيف مش وحش. فمن الحاجات بصراحه اللي انصحكم جدا ان انتوا تجربوها. من الحاجات اللي انا حبيتها جدا جدا وبرشحها لكم هو الاليزافيكا نست سيرم، وده شكله، ده من الحاجات اللذيذه قوي اللي بيفرق كده في شكل البشره، بتحسي ان انت بشرتك شكلها احسن، بتحسي ان انت كانك كنت بتستخدمي سيرم بيعتني ببشرتك بجد، اللي هو بتحسي شويه ان البشره فيها مرونه اكتر، فيها نسبه ترطيب كويسه. حلو وجربوه وهتنبسطوا. السيرم اللي انا بحبه برضو من عند اليزافيكا وهو الهيالورونيك اسيد، وده هتلاقوا الاراء متضاربه لان هو منه مضروب كتير. خدوا بالكم ان اليزافيكا عامه مضروبه هنا في مصر، معرفش بقيه الدول العربيه الموضوع عامل ازاي، فاتاكدوا اللي معاكم ده اوريجينال، اشتروه من مكان موثوق وهو كويس جدا. اهم حاجه في الهيالورونيك اسيد عشان ما ينشفش بشرتكم ان انتوا لازم تكونوا بشرتكم منديه قبلها، او حتى مستخدمين تونر او سيرم قبلها، بحيث ان هو يخلي البشره منديه ويحافظ على الترطيب، لان الهيالورونيك اسيد يعني بيحافظ على رطوبه البشره، ولازم بعد ما تستخدموه تروحوا مرطبين بشرتكم بعدها عشان تقفلوا على الترطيب ده. خطير، ومن الحاجات اللي انتوا هتستخدموها تلاحظوا فرق كبير قوي في بشرتكم. من الحاجات اللي انا بحبها جدا هو الصن بلوك ده من فورم ستاي. في نوعين بحبهم، واحد اللي هو بالالوفيرا، وده مناسب للناس اللي بشرتها جافه، ومناسب للناس اللي بشرتها مختلطه مايله للجفاف. ولو انت حد بشرته دهنيه وعايزه تستخدميه في الشتاء استخدميه، هيبقى حلو قوي برده معاكي، خطير. وانا كنت عامله فيديو كامل اتكلمت على كل انواع الصن بلوك الكوري اللي انا جربتها، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ولو انت عايزه حاجه تكون فيها فيتامين سي شويه وبرده من فورم ستاي، وهو كويس جدا، ويعتبر فورم ستاي من اكتر البراندات الكوريه اللي بتعمل صن بلوك، يعتبر اسعاره حنينه وفي نفس الوقت كميته كبيره جدا وحمايته من الشمس تحفه. النوع اللي انا حاطاه لكم ده ينفع للناس اللي بشرتها دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه، اتكلمت عنه بالتفصيل قبل كده، فانا بحاول اديكم الملخص. من الحاجات اللي بعد كده وهو السكراب ده من بايو اكوا، وده من احلى والذ السكرابات اللي انتم ممكن تجربوها. الميزه فيه ان هو سكراب جل ما فيهوش اي حبيبات، بعد ما بتحطوه على ايديكم وتعملوا رابنج كده بايديكم طبعا ووشكم مبلول، بيقشر البشره من غير ما يجرحها، ما فيهوش اي حبيبات، فبالتالي خفيف وناعم، جنتل جدا جدا على البشره، ينفع لكل البشرات. حتى لو انتي بشرتك حساسه انصحكم جدا ان انتوا تجربوه. من الحاجات اللي حبيتها قوي وهو الشيت ماسك ده اللي هو على شكل بيضه، ده خطير، حلو قوي، بيرطب البشره حلو جدا، وبرده هتنبسطوا جدا لو جربتوه. من الحاجات برده اللي انا بحبها وكنت عامله له فيديو كامل مخصوص عشانه هو البريتي ميلك كريم. ده عباره عن كريم بتحطيه على بشرتك كبديل للفاونديشن، بيدي تنويره فوريه للوش، بشرتك بتفتحها درجه على طول في لحظتها. انا هسيب لكم اللينك اللي انا كنت بوريكم ازاي بستخدمه وعملت فيه ميك اب كامل. من الحاجات اللي لازم تجربوها وقلت لكم ازاي تستخدموه صح عشان تشوفوا منه نتيجه حلوه، برده هتحبوه. خلينا نتكلم عن شويه حاجات غاليه شويه، وهو الفيتامين سي سيروم ده من سون باي مي، والماركه دي انا بحبها. السيروم ده يا جماعه احلى سيروم فيتامين سي تقريبا انا ممكن اكون جربته، برغم ان هو سعره مش رخيص، سعره تلاقيه دلوقتي معدي 500 جنيه، بس هو بجد بجد خطير. لو انت عايزه سيروم فيتامين سي يكون بيفتح الدارك سبوتس بجد، او لو انت عندك يعني بقع او كده، حلو قوي. لو انت عايزه حاجه تخلي بشرتك بتبقى بتحمي بشرتك من الاكسده، حلو قوي. لو انت عايزه حاجه للانتي ايجينج، او لو ان انت تحافظي على بشرتك من التجاعيد والكلام ده، برده حلو قوي. الميزه فيه كمان ان هو بيجي في علبه متغلفه كلها اسود في اسود، فبالتالي مش بيأكسد بسهوله. من الحاجات اللي انا انصحكم جدا ان انتم تجربوها وتستثمروا فلوسكم وتحطوها فيها. ومن المجموعات الخطيره اللي انتم ممكن تجربوها برده بتاعه سون باي مي، اللي هي بتاعه الحبوب. انا كان معايا الكيت الصغيره، الصابونه كانت حلوه كمان،
بصوا هي كلها كانت حلوه، هي كانت عباره عن الصابونه اللي هي تغسلي بيها وشك، بعد كده السيرم والتونر والكريم، المجموعه كلها لما تجربيها على بعض هتبقى حلوه جدا. فاستخدمي المجموعه الصغيره بدل ما تروحي تشتري كل منتج لوحده الحجم الكبير، هتلاقي ان انت بتصرفي فلوس كتيره قوي، في حين ان المجموعه الصغيره دي لا هتفرق معاكي كوقايه من الحبوب. ولو انت برضو عندك حبوب هي كويسه جدا، ممكن شوية ما تنفعش مع الناس كلها احتياطي، لو انتي الحبوب اللي عندك يعني كبيرة قوي 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 هتشوفي نتيجة، لكن لو انتي بشرتك اصلا ما فيهاش حبوب يعني ممكن ترتاحي على حاجات وحاجات، يعني زي الصابونة مثلا هترتاحي عليها، السيرم برضو كان كويس، المجموعة شوية بتلزق البشرة بس اوفرول لا هي كانت كويسة وشغالة جدا لو انتي عايزة تشتريها، لكن ما تجيبيش كل منتج لوحده حاسة ان انتي هتصرفي كتير قوي. لكن المجموعه بقى اللي حبيتها من سون باي مي واللي كانت كويسه هي بتاعه اليوجن ياسين، مش المجموعه يعني هقول لكم ايه اللي عجبني من المجموعه. السيرم بتاع اليوجن ياسين ده خطير، حلو جدا لو انت عايزه تفتحي بيه الحبوب بتاعه بشرتك، تحفه، حلو قوي للتفتيح، بيحسن شكل البشره جدا في وقت قليل قوي، من الحاجات اللذيذه بجد اللي انتم ممكن تجربوها من المنتجات الكوريه. وانا الحاجات دي كلها بحاول ان انا اتكلم بشكل اقل عشان يعني اختصر، لان انا اتكلمت عنها بالفعل على قناتي قبل كده كل منتج من دول بالتفصيل، فانا بديكم الملخص بتاع كل منتج علشان تعرفوا هو حلو ولا لا على طول. وهسيب لكم طبعا في صندوق الوصف كل منتج مناسب لاني نوع بشره، هو كان حلو في ايه وحش في ايه، لكن اوفرول لو كان المنتج كويس هقول لكم ده كويس، وهعمل لكم فيديو تاني اقول لكم المنتجات الكوريه الوحشه اللي انا بجد ما بنصحش ان انتوا تشتروها، الفيديو ممكن اللي جاي بعد ده على طول. بعد كده عندنا الغسول بتاع البيكنج باودر، وده من الحاجات برضو التحفه جدا اللي انتم ممكن تجربوها لو انتم بشرتكم دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه وبتعانوا من افراز زيوت كتيره قوي، في نفس الوقت عندكم بلاك هيدز او كده، هو بيعمل زي تقشير خفيف كده للبشره، بس هو ما ينفعش تستخدميه طول الوقت، ممكن مره واحده بس في الاسبوع، فعلا المره اللي هتستخدميه فيها هتحسي ان بشرتك رايقه وشكلها حلو وشكلها عاجبك. الحاجه اللي بعد كده وهو من فورم ستاي، وهو الجل مويسترايزر بتاع الاكوا، ده عباره عن غسول بيعوض زي نقص قصدي انا اسفه، عباره عن مرطب بيعوض نقص الميه كده، هو يعتبر كويس للناس اللي بشرتها دهنيه قوي 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 وعايزين حاجه تكون جل وخفيفه جدا يرطبوا بيها بشرتهم، ممكن تحسي شويه بشويه تلزيق بس ده سهل قوي، خلي بشرتك منديه وانت جايه تستخدميه هتلاقي ان التلزيق ده راح، او ممكن تحطي وانت خارجه لوس باودر عليه هيروح. الميزه فيه ان هو يعني خفيف قوي كويس كده، عباره عن جل لذيذ بصراحه حبيته، انا عن نفسي كان بالنسبه لي كويس قوي. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، هعمل لكم فيديو تاني زي ما قلت لكم اتكلم فيه عن المنتجات الكوريه اللي ما عجبتنيش، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعملوا سبسكرايب وكومنت وشير ولايكس وكل الحاجات اللذيذه دي، اشوفكم الفيديو اللي جاي.